لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما المنزلة التي اختارها الله له؟ الآخرة. ولذلك قال عند موته: بل الرفيق الأعلى. ولذلك إذا أخذ الله منك في الدنيا شيء فلعله أحبك حتى لا تشغلك الفانية عن الباقية، وحتى لا تشغلك الأولى عن الآخرة. إذا صلينا على إنسان، هل هذا موت نهائي؟ هذه بداية الحياة. مغاسل الموتى تغسل الموتى في الدنيا لكي يستقبلوا الحياة الأبدية. ميبها. ولذلك يقول: انتقل إلى مثواه الأخير. هذا لا يجوز، ليس مثوى الأخير. المثوى الأخير جنة أو نار. ولذلك إن لنا للآخرة والأولى. العبد دائما يفرح بأن يكون نصيب في الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وجميل، ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح. لكن إذا أتاك الله في الأولى شيئا واستعطاك فأعطه، إذا استقرضك فأقرضه، واعلم أن لك إن صدق الحسنى وييسرك الله لليسرى، الدنيا والآخرة. ومن التيسير آخر كلمة أبو سعيد: قل لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يسره الله حتى في ختام الأولى لاستقبال الأخرى بكلمة التوحيد.